انا بحبها جدا لان هي يعني الاغنيه دي انا كنت بحبها اصلا، دي بتاعت سعد المجرد. انا بحب صوت سعد المجرد جدا جدا لان هو صوت فيه حته كده يعني حلو بصراحه. فكنت قاعده مع ايهاب سمير اللي هو التشيلو اللي بيعزف على مظبوط التشيلو ده، صديقي العزيز يعني. فكان قاعد كده وانا في الاستوديو كده، رحت ايه مدندنه لما نشكي حالي كده، وبعد كده رحت مدخله فيها اصابك عشقه بتاعت عبد الرحمن محمد. فقال لي طب ما حلوه دي، تعالي نعملها كده وبتاع، مش عارفه ايه. غنتها، دخل بقى قعد يعزف بقى بالتشيلو ومش عارفه ايه. بعد ما نزلت لقيت سعد المجرد بيكلمني، بعت فعلا. لي بقى على انستغرام، قال لي ايه الحلاوه دي، حلوه دي، برافو عليكي وبتاع، وشيره بقى عنده وعمل مش عارفه ايه. فجالي بقى فانز مغاربه يعني كده. كتير اه والله كتير. بس كان مبسوط جدا من الاداء يعني بتاع الاغنيه يعني.